الخلاصات انه خص يكون عندنا اكتفاء ذاتي. وهنا جات وراه شفنا بانه صاحب الجلالة اعطى انطلاقة ديال المختبر ديال بن سليمان اللي غادي يبدا يصنع اللقاحات، واللي غادي يكون عندنا اكتفاء في المغرب، وكذلك اللي غادي يمكن لينا يكون بالنسبة للدول الأفريقية الصديقة. إذا هذا واحد المكسب مهم، لأن خصنا نكونوا معولين على راسنا. كذلك كما شرط ليه بالنسبة للأدوية، خص تكون عندنا واحد الاستقلالية بالنسبة للأدوية. حنا دابا عندنا 65% ديال الاكتفاء، بغينا نوصلوها ل 80%. إذا هنا كان لازم تكون واحد المواكبة، وهذه المواكبة جات في إحداث الوكالة ديال الأدوية. علاش؟ لتسهيل المساطير، وأنه باش يكون الاستثمار. إذا هادو شي حوايج اللي مهمين، ونعرفوا بأنه اللقاح كما تنعاود نقولها هو الجولد ستوندار ديال الوقاية، وأننا خصنا ولا بد نزيدو نطورو برنامج ديال التلقيح ديالنا. المغرب دابا الحمد لله راه ضد 13 مرض، الاخر المدخل هو اللقاح ضد سرطان عنق الرحم، ونعرفوا بانه سرطان عنق الرحم فهو ثالث سرطانات المرأة بعد سرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية، ونعرفوا كلنا تنعرفوها الله يخلي لنا عائلتنا وموتنا بانه المرأة هي عماد الأسرة، وأننا خصنا نحافظوا على الصحة ديالها. إذا الاستنتاج هو خص يكون اكتفاء ذاتي، والاستنتاج هو أنه اللقاح راه هو الجولد ستوندار ديال الوقاية، وأنه خص كذلك، وأنا متفق معاه، أنه خص ولا بد يكون واحد المشاركة ديال المواطنين عبر الصحافة باش يعرفوا، باش ما يكونوش داك الأخبار الزائفة اللي تجعل انه الناس ما يتلقحوش. المغرب راه بين، واخا ديك الساعه ما كانش عارف، بين بانه فاش اش قال هذاك كما تنقولوا بالدارجه وصلات للعظم، راه كلشي وقف وكلشي دار. اذا ولينا مجهزين اكثر، ولكن دائما دائما خصك تكون موجود، ولكن ما نقولوش راه موجودين 100%، ولكن ولينا مجهزين اكثر. لا بروف راه شناها حتى في الزنزال، راه الناس داووا عرف في اكادير وفي مراكش، ما احتاجناش باش يجيو لمناطق اخرى، واخا وجدوا لهم في كاع المستشفيات الجامعيه وتوجدوا اسره باش الا كان انهم المرضى يجيو من مراكش ولا يجيو من اكادير. وشنا فرنسا الناس تيمشيو من فرنسا لالمان باسكو ما بقاوش عندهم البلايص. حنا هذا المشكل ما كانش عندنا في المغرب. اذا داكشي علاش نقول لك راه خصنا ولا بد نكونوا مفتخرين ان نقولوا احنا مغاربه. الحمد لله.